السلعة كاملة تزادت من الصغيرة حتى الكبيرة، بحال اللي حنا اللي ولينا تنزيدوا على الناس ديك القدر ديال الثمن، وماشي شي قدر صغير ديال 10 دراهم ولا 20، القدر ديال 50 70 درهم ولات زايدة في البياسة. وكاين اللي تيتفهمها تيتقدم عندك، كاين اللي ما تيتفهمش ما تيديش. ما كاين اخويا لا مغرب جديد لا والو، بالعكس القضية غادا وتتأزم ولا الكليان تيهرب علينا، ما لقينا ما نديرو الغالب الله. السلام عليكم خوتي، معكم مهدي زمران من البرج مولاي عمر الكترو ادم. هاد الايامات هادي ولينا تنشوفوا زياده في الاسعار وبزاف ديال الهوايج، بحال دابا السلعه ولينا تنديوها غاليه، بحال دابا مثال هذا كنا تنشريو ب 180 درهم هو ولينا تنخلصوا ب 220 230، تزادت بزاف. الترونسبور حتى هو تزاد، كنا تنجيبو الكلية مثال بحال ب 20 درهم دابا ولينا تنجيبوها ب 35 40. السلعة كاملة تزادت من الصغيرة حتى الكبيرة. لا لا خويا ما كايناش مواد غذائية، كلشي التلافاز التليفونات لومبليات، مثال هاد لومبلي هذا هو كنت تنبيعو انا هنا ب 220 دابا ولا داير 350 درهم. باش داير شتي شحال تزادت فيه؟ في كازا وفي السلعة غالية، في فاس السلعة غالية، في أي بلاصة دابا السلعة غالية، ماشي في المواد الغذائية. بزاف أخويا ماشي بزاف، بنادم كان تيدي بياسة بثمن ولا تيقولك وأنا راه كنت تنشريها بثمن، بحال اللي حنا اللي ولينا تنزيدو على الناس ديك القدر ديال الثمن، وماشي شي قدر صغير ديال 10 دراهم ولا 20، القدر ديال 50 70 درهم ولا تزايدة في البياسة. تيرجعوا ما تيقدوش على البياسه تيرجعوا، كاين اللي تيتفهمها تيتقدم عندك، كاين اللي ما تيتفهمش ما تيديش. لا ما كاين اخويا لا مغرب جديد لا والو، بالعكس القضيه غادا وتتأزم، القضيه غادا وتتأزم. السلعه تزادت بزاف، ما الناس ولينا تنهربوا على الكلي ولا الكليان تيهرب علينا، ما لقينا ما نديروا الغالب الله. واخويا قليل شويه هو الحمد لله، ما راه البركه الله ما تخطاش، ولكن ماشي بحال اللي كان شحال هادي. راه في ديك الوقيته ديال كورونا راه كان البيع والشراء، دابا زادت القضيه تكفسات. كنا نتسناو في هاد الايامات ديال المور راس العام غادي نخفض الاسعار الاثمنه ترجع كما كانت، دابا خويا بالعكس تنشوفوا الاثمنه غادا تزيد. دابا وليت كنت تنجيب السلعه بزاف، دابا وليت تنجيبها شويه على قبل الكليان. يشوف من حالات الناس هادو، راه الخداره مضرورين، صحاب الهريات مضرورين، صحاب الترونسبور حتى هما مساكن مضرورين، فهادشي ديال المازوط وليسونس تزاد عليهم، الضرائب حتى هما زادوهم، التعشار وداكشي تزاد، كلشي تزاد اخويا. ما والحل خاصو رئيس الحكومه يدير الحل لهادشي هذا. احنا تنخلصوا الضرائب غاليه، تنخلصوا الكرات المحل غالي، البيع والشراء ما كاينش، راه لا اله الا الله وصافي، راه صابرين وصافي. دابا تنخدمو غير مع الكليان اللي تيجي عندك اللي تيتفهم، اما بنادم باساجي تتقول له البياسه تيقول لك اخويا وانا راك تنديها بواحد الثمن، دابا راه وليت بحال اللي زدتي عليا، ما تيفهمش هو هادشي. بالله راه السلعه تزادت من بلاصتها، الناس في كازا عندهم صحاب الفلوس صحيحه ومضرورين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.